جنود الأمن المركزي موقعهم دائما في مقدمة المواجهة، ولذلك يدفعون الفاتورة مقدما بغض النظر عن النتيجة. فهم كانوا وقودا يحترق ليمنح الحياة للنظام الحاكم قبل ثورة 25 يناير عام 2011، ومن بعدها وطوال السنوات الثلاث الماضية ظلوا يتحملون العبء الأكبر في الدفاع عن المنشآت ومواجهة مظاهرات الشارع ومطاردة الإرهاب. فهم عصا النظام طارة ودرع الوطن طارة أخرى. وقوات الأمن المركزي هي أحد أجهزة الشرطة، تم إنشاؤها طبقا للقرار الوزاري رقم 1010 لسنة 1969، وذلك لمواجهة الاضطرابات وأعمال الشغب التي تعجز قوات الأمن العادية عن مواجهتها. وتفاوتت التقديرات حول أرقام جنود هذه القوات ما بين 100,000 وحتى 300,000 فرد، وتوجد لهم معسكرات خاصة في كل المحافظات، ويتم تدريبهم على حروب العصابات ومواجهة جميع أنواع الشغب والتخريب في البلاد. كما تحتوي هذه القوات على وحدات لمكافحة الإرهاب، وتعتمد الشرطة في المواجهات والمعارك على قوات الأمن المركزي بشكل كبير، وهو ما يسفر عن سقوط عشرات الشهداء من هذا القطاع طوال السنوات الماضية. ورغم الدور الذي قامت به قوات الأمن المركزي طوال سنوات طويلة لحفظ الأمن في مصر، لكن هناك واقعتين فاصلتين في تاريخ هذه القوات. كانت أولها خلال أحداث الأمن المركزي في فبراير عام 1986، عندما تمردت فرق متعددة من قوات الأمن نتيجة توزيع منشورات تحتوي أنباء كاذبة عن مد الخدمة للمجندين سنة أخرى لتكون 3 سنوات بدلا من 2. واستمرت حالة الانفلات الأمني لمدة أسبوع أعلن فيها حظر التجوال، وانتشر فيها الجيش في القاهرة، وتمكنت قواته من ردع هذا التمرد. أما الواقعة الثانية فجاءت بعد ذلك 25 عاما خلال أحداث ثورة 25 يناير، وما تلاها بعدما نسب إليهم الكثيرون التعامل بعنف مع شباب الثورة بناء على أوامر من قياداتهم. إذن هل ستمكن سيادة اللواء أشرف عبد الله من إقناع المواطنين المصريين بأن أمنهم الشخصي هو أمانة في أعناق الأمن المركزي والقوى الأمنية، لينزلوا ليمارسوا حقهم الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية؟ كل هذا سنتعرف إليه بعد الفاصل، ابقوا معنا.